السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا المبارك؟ الحمد لله خير. يحفظكم يا شيخ، نحبكم في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. ما بالك فيك يا شيخ. وياك. سؤالي ممكن؟ تفضل. شيخ حضرتك كنت يعني كنت في مقطع شفته حضرتك انك انت لحضرتك يعني بتحث الأئمة على يعني على القراءة في أغلب الصلوات بصورة جزء عامة، يعني صحيح؟ بصورة جزء عامة في صلاة العشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما صلى بالناس العشاء وقرأ بالبقرة، قال: فتان فتان فتان، أفاتن أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا قرأ أحدكم أو إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائكم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما يشاء. وقال أيضا: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها؟ وفي رواية: هلا قرأت بالليل إذا يغشى؟ هلا قرأت وردت عدة صور هذا بالليل إذا يغشى، هذا إذا السماء انشقت. نعم قلت هذا، ما الإشكال عندك؟ يا شيخ بس أنا كان عندي استفسار بسيط، يعني هو مثلا مش أحيانا مثلا بيبقى مصلين عايزين يسمعوا آيات جديدة مثلا في القرآن، يتعرفوا على آيات القرآن أكثر وأكثر؟ ليس هذا الذي ذكرته على الوجوب، إنما يعني ده يعني يفضل سنة، يعني القصد التسهيل على الناس، حتى لو قرأت من صور أخرى جاز، لكن تسهل على الناس في الإمامة، لا تطيل على الناس.